أهلا وسهلا، الشهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. بهذا الفيديو نبذة بسيطة عن أهم الموضات لرمضان 2019. ولأن رمضان صار له كم سنة بالصيف، فالناس متجهة للجلابيات الخفيفة الباردة، والتركيز الأكثر على قماش اللينن، الكتان، والقطن الخفيف. وبهذا السياق برضو قماش الحرير متصدر. إذا شفتوا في المولات أغلبها كل الماركات منزلين التنانير الحرير، الفساتين الحرير، حتى وصلت الجلابيات. كثير مصممات صارين يعرضون جلابيات حرير. أنا أخذت هذا ثوب مغربي، قماشة حرير خفيف وبارد بنفس الوقت. ما تبين تطبقينها على الجلابيات، تقدرين تطبقينها في العيد. زي ما قلت لكم السوق مليان تنانير كلها حرير. الأقمشة الدارجة في 2019 هي الجينز. الجينز في كل مكان، حتى في الجلابيات. كثير من الجلابيات يا كلها تصير جينز زي اللي معايا الحين، لكن هذا جينز خفيف برضو بارد. وفي بعض الجلابيات شفت مصممات حاطينه زي اكسسوار او زيادة، زي الكم يكون جينز او من تحت. بس حلو في جلابيات الجينز انها تعطي لوك كاجوال، نفس الجينز بالضبط. تقدرين تلبسينها في نهار، رايحة بيت اهلك، رايحة جمعة بسيطة ما يبي لها كثير تكلف، مرة تصلح هذه الجلابيات. بما اني حطيت هذه الجلابية، خليني اقول لكم برضو ان نقشات الورود او اشكال الورود على الاقمشة برضو صايرة من موضة هالسنة. اللون المكتسح هذا الموسم هو اللون الأصفر، أو نقدر نقول على ماسترد أكثر. أنا عندي واحدة من جلابياتي بهذا اللون، بس هو مكتسح هذا الصيف بقوة. حلو فيه أن هذا اللون مرة يحلي البشرة الزيتونية الشرق أوسطية، مرة يعطيها لون حلو كأنه يكسبها سمرة شوي أو صحة وحياة. وحلو بما أننا في صيف رمضان. حلو كمان فيه ان الاكسسوارات معاه مرة سهلة، او المجوهرات، الذهبي حلو، الروز جولد حلو، حتى الالماس يطلع شكلها حلو مع هذا اللون. قماش التاي داي، او اللي كأنه القماش مكبوب عليه بويا من تمازج عدة الوان. شفت كثير من مصمماتنا معتمدين هالقماش في الجلابيات لما حضرت اكثر من معرض، لكن انا ما عندي اياه. عندي هذا فستان من زارا، بس حبيت اوضح لكم الفكره. هذا فستان انا حلبسه في رمضان لانه صاير ستايله كانه جلابيه. بس كثير من مصمماتنا معتمدين على هالقماش هذه السنه، وصراحه تمازج الالوان هذا مره مره يليق في رمضان وجو رمضان. وآخر موضة في الجلابيات الترتر. طبعا أنا ما عندي، عندي واحدة بس نسيت أصورها، كانت تكون عليه ترتر، تقدرون تلقونها في الإنستغرام إذا ودكم. بس بوريكم جلابيات بناتي برضو فيها ترتر، حلوة للكبار والصغار. الترتر مكتسح السوق، سواء تبونه للعيد، لباقي عندكم مناسبة بعد العيد، مرة مكتسح ووصل للجلابيات. أنا قاعدة أفكر إني ألبس ترتر للعيد. عندي هذا الجاكيت كله ترتر. إحنا عيدنا كبير فيصلح له إني ألبس جاكيت ترتر. على فكرة التنسيق كامل لهذا الجاكيت موجودة صورة له على إنستغرامي، إذا حبيتوا تروحون تشوفون كيف نسقته. نجي للجزء الممتع في الجلابيات اللي هي الإكسسوارات. بلا منافس أكثر شيء هي الشنط الشفافة. الشنط الشفافة متصدرة في كل مكان، من الماركات الغالية إلى المواقع الإلكترونية اللي تبيعها برخيص. أنا عندي هنا ثنتين، واحدة أخذتها من إيسوس هذه المربعة، وواحدة قد شفتوها علي من رمضان اللي فات، عندي إياها من بوتيك ذا فولت اللي هي ماركة أعتقد يابانية، المهم ماركة من آسيا تعمل ستايل شنط إرميز على شفاف. فهذه الشنط مرة دارجة هالفترة، ومع الجلابيات تعطي ستايل جدا حلو. هذه الشنطة المربعة حتلاقون في صورة عن إنستغرامي، بحاول أحطها هنا لكم.
مستخدمة في هذه الشنطة مرة حلوة. عادي إذا اعتمدتوا هذه الشنط لازم ترتبون مرة الأشياء اللي جوا، لأن كل شيء ينشاف. يعني أنا أحط مرة أشياء بسيطة لسهرة، اللي هي عطر، عطري طبعا أمبرود، روج، مرطب شفايف، بس لأنه يعني الوضع ما يحتمل إنك تحطين أكثر من كذا. والموضة الثانية بالشنط اللي حنشوفها كثير حتنتشر في الغبقات هالفترة هي الباوتش. الباوتش إذا ما كنتوا تعرفون هي الشنطة الصغيرة اللي ما تعلقينها على كتفك، تمسكينها ماسك، وغالبا كانوا أول يستخدمونها للمكاتب، يحطون فيها أوراقهم، الأوراق المهمة، أشياء بسيطة زي كذا. هالفترة انتشرت، صرت حتى أشوفها البنات اللي لابسين عبايات في المعارض شايلينها. كثير ناس طلعوها، ماركات كبيرة زي لوي فيتون هو أكثر يعني باوتش مشهور، هو حق لوي فيتون، مرة حلوة حقتهم. زي ما انتم شايفين في الفيديو هنا في برادا أنا عندي، الثانية من مصممة سعودية. فزي ما قلت لكم كثير ناس مطلعينها، سواء ماركات أو مصممات أو محلات عادية. الحين بنغوص شوي في بحر الإكسسوارات هالسنة، الصدف ثم الصدف ثم الصدف. طبعا الصدف من السنة اللي فاتت كان طالع في الصيف بقوة، بس كثير ناس ما لحقت عليه لأنه طلع بالصيف. للأسف حنا بالسعودية ما وصلنا إلا متأخر في الأسواق، فكثير ناس ما عرفت من وين تجيبه. الناس اللي كانت مسافرة جابوه لقوه برا في ديار البحر، بس في السعودية ما كثير ناس حصلت عليه. فهالسنة كل مكان منزله، زارا منزله، ستراديفاريوس منزله، ايسوس منزله، حتى شو اسمه المواقع الالكترونيه اللي مره رخيصه زي علي اكسبرس وهذولا، انا ما جربت والله، منزلتها باشكال مره كثيره، فتلاقونه بعده اسعار، تبون الغالي فيه والرخيص فيه. هنا انا عندي تشوكر اخذته من ستراديفاريوس، الثاني خلخال للرجل برضو من ستراديفاريوس، السوارة اخذتها من محل بوتيك في الرياض. هذه اكسسوارات الشعر كلها اصداف من ستراديفاريوس، ستراديفاريوس هو اللي منزل مره كثير، زارا منزل اكثر على لولو، بس ستراديفاريوس اللي منزل اكثر على صدف. وزي ما قلت لكم في مواقع تبيعها مره حلوه. من الموضات الثانية الدارجة في الإكسسوارات خصوصا في الحلقان هي الهوبس، اللي هي الحلق المدور. الحلق المدور طبعا تقدرين تخلينه مرة يعني دائرة كبيرة، وفي الدائرة الصغيرة أنا أخذتهم من كذا مكان، برضو منتشرين في السوق فلا تشيلون هم. حبيت الثاني اللي شفتوني حطيته لأنه برضو في صدف، فماشي مع موضة الصدف وموضة الهوبس، ومرة مناسب مع الجو الرمضاني، جو الجلابيات مرة حلو. حيكمل معنا للصيف مع السمر دريسز، الفساتين البيضة حيطلع تحفة. الساعة السوداء تكلمت عنها من قبل في سناب شات، إذا ما تعرفون سنابي هو ولا هارتس نفس اسم القناة هنا. هذه الساعة صار لي لابستها 3 شهور تقريباً، موضة مرة حلوة، حلوة على اللبس، خفيفة. أنا أخذتها من بوتيكات زي ما قلت لكم في سناب شات، إذا كنتوا أنتم من اللي تابعوني هناك تقدرون تلقونها من أسعار آلاف مؤلفة إلى الميات. أنا أخذتها ب800، ولقيت في مواقع تبيعها ب200 300، يعني تقدرون تلقون السعر اللي يناسبكم فيها. بس جدا أنيقة وبتستمر معنا هالصيف كامل. طبعا الحلو اللي انا اخترته في ساعتي انها من جوا رمادي وروز جولد. الحين ندخل شيء ثاني، شيء اخير، وهو اكسسوارات الشعر. كل سنة الناس تبدع بتساريح الغبقات. هالسنة طالعة موضة اللي هي المشابك الشعر، زي ما انتم شايفين المكتوب عليها عبارات زي هذه اللي عندي، جادوغ، هذه طلبتها من ايسوس، وفي يعني في احد شراها ماركات زي جوتشي زي شانيل. هذه المشابك اللي عليها عبارات، برضو زي ما انتم شايفين على اليمين في الصدف كأنها صدف، هذه برضو ترجع لموضة الصدف، تنحط على الشعر. واللولو كل سنة كل رمضان يتصدر اللولو، يعني ما اتوقع في رمضان بيمر علينا ما نحط لولو في شعورنا. ف
فهذا كان كل شيء. إن شاء الله أن الفيديو أعجبكم، كان سريع بس أعطيك نبذة عامة عن الموضات هالسنة، وأشوفكم على خير.